حياكم الله مشاهدينا الكرام وعظم الله لنا ولكم الاجر بمناسبه شهر محرم الحرام ومصيبه الامام الحسين عليه السلام، هذه حلقه جديده من برنامج من حولك والبدايه دائما بالعناوين. ما هي ابرز التحديات التي تواجه الشباب الحسيني في الحفاظ على القيم الدينيه؟ وهل قرار وزاره الاتصالات بالتحول الى الالياف الضوئيه يهدد رزق اصحاب ابراج الانترنت؟ من نحكي عن عاشوراء نحكي عن مدرسة دينية اجتماعية أخلاقية عن قيم وعبر ودروس نستفيد من عدها بحياتنا اليومية ونتعلم الصبر الثبات الصلاة نصرة المظلوم وكل هذه الدروس لازم نستفيد من عدها كشباب الشباب الحسين اليوم مطالب أنه ينشر ويطبق الأمور اللي رادها الإمام الحسين عليه السلام بأدق التفاصيل ومعركة الطف ومعركة كربلاء بها كل العبر اللي نحتاجها بأسلوب حياتنا اليومي والحمد لله الشباب اليوم محافظين على هذه القيم والعادات وتقاليد شهر محرم الحرام ويحاولون أن يمزجون بين التطور اللي صاير بالعصر الحديث وقضية الإمام الحسين عليه السلام ويوظفون هذه التطورات والتغييرات والابتكارات بقضية الإمام الحسين وهذا وحده تحدي وتأكيد وثبات على قضية الإمام الحسين عليه السلام اليوم صرنا نشوف عرض القصائد الحسينية بطريقة جديدة عرض المواد اللي تخص هذه الزيارة من إرشادات وغيرها بطرق مبتكرة احتساب آلية وعد الزائرين في زيارة الأربعين أربعينة الإمام الحسين عليه السلام ببوابات رقمية وإلكترونية بالتالي كل هذه التطورات هي من فضل الله ومن فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام فاصل وبعد الكلمة <applause> رحب بكم مره ثانيه ورحب كذلك بضيفنا بالاستوديو الدكتور حيدر الشمري الباحث والاكاديمي. رحب بك يا دكتور الله. وعظم الله اجرك. حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى شهاده امامنا الامام السبط الشهيد سلام الله عليه. يا مرحبا بك. دكتور نتفق اعتقد انه اليوم شبابنا يتعرضون الى غزو فكري، غزو ثقافي، هذا التسارع بالاحداث والتطورات فبالتالي شلون يقدر اليوم الشاب يحافظ على التقاليد والاعراف الخاصه بشهر محرم وانه يحيي هذه المناسبه وايش قد مهم اليوم انه نحييها خصوصا بالطبقه الشبابيه. أنا أعتقد أولا الإمام الحسين سلام الله عليه هو خرج من أجل إحياء أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وإصلاح ما فسد من, من 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 الإسلام ومما أراده النبي صلى الله عليه وآله يعني رسالة النبي بما فسد منها حينما جاء هؤلاء الحكام الفاسدين وأرادوا أن يعطون صورة أخرى عن الإسلام الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله أراد الحسين أن يرجع الإسلام إلى الوضع الطبيعي ولذلك ما خرجت أشرا ولا بطراً, بطرا ولا مفسدا ولا ظالمه <applause> انما اردت انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي ثم بعد ذلك يقول ان اريد ان اسير بسيره جدي وابي وهكذا ما معناها ان الامام الحسين هو هو صاحب مشروع اصلاحي فاذا كنا نريد ان نسير بخطوات مع الحسين سلام الله عليه وان نسير وفق ما اراده الحسين ومنهجيه الحسين ودعوه الحسين وثوره الحسين سلام الله عليه ان نكون دائما في قلب الاصلاح وان نعيش حاله الاصلاح التي عاشها الامام الحسين سلام الله عليه سواء كان اصلاح يتعلق بالنفس وهو ما اراد ان يصلح الامام الحسن سلام الله عليه حينما راى ان النفوس بدات تفسد فبدا يعالج وكانت المهم عنده ان يعالج هذا الفساد النفسي وكذلك الفساد المجتمعي العام الذي اخذ يسود ومن يعني انحرافات اجتماعيه، انحرافات أخلاقياً انحرافات عقائديه، انحرافات ثقافيه، انحرافات الذي اراد الامام الحسين سلام الله عليه هو ان ان يخلق جوا يتناسب ويتناسق مع الاسلام مم. وحتى نسير بخطى الحسين مم. ان نسير مع خطى الاسلام وان نسير مم. بخطى الحسين سلام الله. اليوم عليك. اليوم هذه التغيرات اللي نعيشها وهذا التسارع بالاحداث ومثل ما قلنا هذا محاوله التاثير على فكر الشباب مشابهه للاحداث اللي صارت بفتره الامام الحسين عليه السلام واللي وصفته بالفساد للمجتمع. لا طبعا يعني جزء من عندنا نعم هو ممكن يكون مم. مشابه لكن مم. لا اليوم حجم التحديات اوسع. اليوم احنا سابقا كان المؤثرات محدوده وسائل الاعلام كانت محدوده وسائل الاغراء كانت محدوده وسائل الفساد كانت محدوده اليوم لا كله اصبح اوبن يعني اليوم وسائل الاعلام مفتوحه تواصل متاح الفساد متاح وسائل الاغراء متاحه بالتالي اذا كان في ذلك الوقت استطيع ان اقول اذا كانت تحديات بنسبه 10% في ذلك الوقت اليوم اصبحت 100% اليوم انت عندك لا اصبحت الان اكو هناك عمليه ممنهجه تجاهك، هوهجة. هناك اي نعم هناك منظومه انا دائما اعبر عنها زي. اقول هناك منظومه قيم غريبه عن مجتمعنا وافده مم. على مجتمعنا وتريد ان تزيح منظومه القيم الراسخه في مجتمعنا وتجد حل محلها وتحاول تاثر وتغير عمليه ازاحه قيميه كانما دكتور شلون ممكن نواجه كل هذه التحديات؟ هسه اتفقنا على اكثر من نقطه، اكو منهجيه، اكو استهداف لهذه الشعائر، اكو استهداف للقيم عامه، فبالتالي اليوم انا كشاب شلون اوقف بوجهه وامشي على هذا الخط الحسين؟ يعني أنا أتصور أنه أكو مجموعة من الخطوات أولا أن ننظر إلى ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه ما هي الأهداف ما هي الغايات التي كانت وراء ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه وهو هذا الأساس يعني أن ننظر إلى أهم شيء في, في هذه الثورة بما أن أعتقد بصلاح هذه الثورة وصلاح صاحب هذه الثورة فإذا أن أتابع خطوات التي أرادها الإمام الحسين سلام الله عليه أو النتائج التي أراد أن تترتب <applause> أو أهم مسألة هي مسألة أن يصلح المجتمع إصلاحا يتعلق بالنفس والذات، أنا كشاب أعتقد نفسي أنا ممن يوالي الإمام الحسين سلام الله سلام عليه، ويرتبط بالإمام الحسين يجب مم. أن أسير بخطوات الإمام الحسين، مم. وإلا كيف أوالي شخصا؟ كيف أحب شخصا؟ كما في مم. القول الماثور ان ان المحب لمن احب مطيعه اذا كنت احب الامام الحسين اذا كنت احب الاسلام احب النبي صلى الله عليه واله اذا يجب ان اكون مقبولا عندهم امشي بخطوات جيد. هو معهم. هو صعب الإرادة الامام الحسين عليه السلام هسه مره من المجتمع عامه مره من الشباب صعب اليوم انه احنا نمشي عليه لا اتصور صعب هي هي المساله فقط مساله واحده وهي هو كان هناك اكو شيء اسمه موت الاراده والان مم. هم في كل المجتمعات صحيح. الاراده حينما تموت مم. يبدا الانسان لا يستطيع ان يواجه لا يستطيع مم. ان يواجه الشهوه لا, لا يستطيع ان يواجه الشيطان لا مم. يستطيع ان يواجه مثلا طاغوت لا يستطيع ان يواجه قوى الاستكبار العالمي مم. فاذا ما وجدت عند الانسان الاراده طيب. تلاحظ هذا الانسان اللي تشوفه قد بسيط ممكن ان يواجه قوه عظمى مثل امريكا واسرائيل وغيرهم ما عنده مشكله فيه. فقوه الاراده هي هذه الشخصيه اللي اراد الامام الحسين عليه السلام انه تكون موجوده يعني عند الشباب حتى يتمكن هو انه يسيطر على كل هو هذا أن يحرك ارادتك، ارادتك اذا تحركت مع الوعي، مع مه البصيره مه ما عندنا مشكله ان يواجه الان طائرات على من هاي اللي تاتي من من أه من بلاد بعيده. زين الشباب هم الجزء الكبير باحياء هذه الشعائر دائما. يعني سواء المواكب، المجالس الحسينيه، توزيع الثوابات وغيرها بالاربعينيه الامام الحسين، بس دائما ما نشوف اكو حلات تستهدف الشباب المشاركه بهذه الشعائر والتفاصيل هذه، شنو الغايه من عندها هذه؟ يعني مثل ما قلنا محاولة أولا تشويه سمعة ثورة الإمام الحسين مم. وتشويه الشعائر من جانب مم. ومن جانب آخر محاولة جر هذه الشباب هؤلاء الشباب حول هذه الفرصة مم. لهدايتهم مم. تعرف يعني هي فرصة مناسبة جدا أن يعني نشوف دول تشتغل على هذا الموضوع خصوصا من منصات التواصل الاجتماعي اي نعم لأنه هو بالنتيجة هو يخشى من كربلاء لأنه مم. كربلاء هددت كربلاء أسقطت أسقطت حكومة كانت قوية جدا مم. بعض الباحثين الكبار يقول أنه هذه الثورات التي خرجت وهي تنادي لثارات الحسين سلام الله عليه ما هي إلا ارتداد لثورة الإمام الحسين ولذلك إلى الآن الذي يخرج قبل فترات قليلة لا زالت شبابنا أيام قتالهم مع داعش كان حينما يقاتلون يصيحون لبيك يا حسين بالنتيجة هذا هذه جذوة الحسين هذا الرمز الذي تحول في قلوبنا دائما هم, أراد هم يريدون أن يميعون محاولة هذا الرمز نحن. رمز وثابت ولذلك لاحظت مثلاً قبل سنتين ثلاثة mm -hmm. طلعوا فد فد منشور معين اللي يروح إلى كربلاء مننا واللي يروح للحسين مننا وماكو كربلاء هي الحسين وأنا إذا رحت إلى كربلاء رحت للحسين mm -hmm. شنو معنى اللي يروح إلى كربلاء منا واللي يروح للحسين مقدسة بقدسية الإمام الحسين. أيوة ما يريدون يقولون, يقولون يقولون أنتم أنتم تروحين إلى كربلاء كمنطقة جغرافية آه. أنتم ما رايحون إلى مبادئ الحسين. الحسين والإمام الحسين mm -hmm. لا أقول هو اللي ذاهب إلى كربلاء كل شبابنا مع مم. كل السلبيات اللي ممكن نشوفها لكن خلوهم دول متجهين هاي فرصه لهدايتهم فرصه مم. لصلاحهم فرصه ايها افضل انا اجيب شاب اخلي بالشارع يمشي في اماكن منحرفه في اماكن مزينة لو يقعد في مجلس الحسين سلام الله عليه مم. لو يقعد ليسمع لي يسمع محاضره لو يقعد مثلا يصير جو رادو لو مثلا يروح في شعائر الحسين لو يلطم حتى مع وان كان هذا الشاب ما ملتزم مئة بس ممكن الحضور بهذا المجلس راح يغير شيء من هي فرصه لهدايته مم. هي فرصه, فرصة لهدايته شوف يا اخي المرء المرء على دين خليله فانظر من تخالل كما يقول النبي صلى الله عليه واله اليوم انا من اعيش مع ناس يذكروني بالله بأ مما لا شك فيه على الاقل اتاثر ولو شيء بسيط لكن انا اليوم لو امشي لو ناس بعيدين عن الله او منحرفين او كذا مهما كان حتى لو كانت عندي حصانه الى حد ما هم يقول لك لا تربط الجرباء حول صحيحه خوفا خوفا على على تلك الصحيحه تجربي وهكذا طبعا اللي يمشي ويصالح صالح هم صالح. احنا بمقدمتنا قلنا اليوم شبابنا الحمد لله يحاولون يربطون ما بين التطور التكنولوجي وهذه المستحدثات والمتغيرات الجديده وما بين قضيه الامام الحسين. ايش قد مهم اليوم هذا الموضوع من اوظف اني سواء مواقع التواصل الاجتماعي، الانظمه الحديثه بالتصوير، بتسويق المواد الحسينيه بالقضيه الحسينيه. مهم هذا يعني انا اقول هي هذه التواصل الاجتماعي او هذه الحداثه والتقانه هي فرصه ممكن مره تكون ممكن تكون تحدي ممكن تكون فرصه ممكن ان نستثمرها. مه. اليوم مثل ما الاخرون سووها تحدي علينا، لا ممكن زي. احنا نسويها نحولها فرصه نستثمر. نستثمر هذه الفرصه اليوم اللي منصات التواصل الاجتماعي ممكن ان نبث محاضراتنا، لطمياتنا، افكارنا، شنو من عندنا من 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 انتاج ممكن ان نستثمره في هذا الوقت نستثمر هذه المنصات حتى لتوصيل الرساله. وهذا ما ما يعبر عنه اليوم بعلمائنا اليوم جهات الدعوه، اليوم جهات التبيين. <متحدث> احنا الان انا اليوم مو إلا م... م... شرط انا اكون شايل سيف واقاتل وكذا بعض الاحيان ما متاح الي شو يعني؟ شوف توجه الشباب بهذه النقطه؟ والله شبابنا ما شاء الله يعني اكو بعض بعض الشباب عندهم صفحات وصلت الى 10 مليون <متحدث> انا اليوم انا اشوف بعض بعض الشباب لما عمره ما يتجاوز 30 سنه اشوف عنده اكثر من عشرة الاف متابع مثلا على على صفحته على صفحته على ال... على اليوتيوب <متحدث> بعدين من اشوفه يسوي بعض الحلقات <متحدث> مثلا حلقه عن الامام الحسين مشاهديها اكثر من خمسه مليون نفر تقريبا حلقه عن الامام المهدي مشاهديها اربعه مليون حلقه عن السيده زينب حلقه عن السيده الزهراء عليه السلام فاستطاع هذا الشاب بعض الأحيان أقولهم أنا أنا شخصيا أتمنى أصير مثل هذا عندي قدرة <applause> اللي أنا قادر أوصل رسالتي إلى خمسة وأثر مليون وأثر وأثر وغير ممكن وفعلا لأنه <applause> أنا من أتابع أتابع التعليقات وأتابع <applause> الإعجابات اللي <applause> موجودة معناها مو مجرد يعني مجرد مشاهدات <applause> لا ناس, ناس متأثرة جاي تتأثر وتتفاعل مع هذه القضية دكتور أكو هواية من الرمزيات بشهر محرم الحرام وواحدة من أهم هذه الرمزيات خصوصا في اليوم الأول من شهر محرم الحرام هو تبديل الرايات راية مم. الامام الحسين عليه السلام تفاصيل هذا الموضوع ودلالات الراية نتابعها من خلال هذا التقرير تحمل راية الامام الحسين عليه السلام اللي ترفع بشهر محرم رمز ومعنى عميق عند المسلمين تعتبر هاي الراية رمز للثورة ضد الظلم والفساد وتجسيد للتضحيه والشجاعه. الرايه ترفع بالعديد من المساجد والمنازل والحسينيات خلال شهر محرم ليحيي ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واصحابه بمعركه كربلاء. اللون الاكثر استخداما بالرايات هو اللون الاحمر اللي يرمز الى دماء الشهداء والتضحيه. تستبدل رايه قبه الامام الحسين عليه السلام ليله الاول من كل شهر حسب التقويم الهجري وهذا يعني أنه هي تستبدل بالسنة 12 مرة يبلغ طول راية القبة الشريفة 3.90 متر أما عرضها 3 أمتار تصنع راية القبة الشريفة من قماش الستن الكوري أو الياباني وتقوم وحدة الخياطة والتطريز التابعة لقسط الصيانة بالعتبة الحسينية المقدسة بخياطتها حصراً بالاضافه الى رايه القبه الشريفه تنشر المئات من اللافتات والرايات السوداء اللي تحمل شعارات النهضه الحسينيه الشريفه واحاديث اهل البيت عليهم السلام عن واقعه عاشوراء وبعض المقاطع من زيارتي عاشوراء والناحيه المقدسه داخل الصحن الشريف ومنطقه ما بين الحرمين الشريفين. تقوم وحده الخياطه ايضا باستبدال برده القبر الشريف الخضراء ببرده سوداء مطرزه بخيوط الذهب والفضه المطعمه باحجار الزمرد والياقوت وتحفظ الرايه بعنايه بعد انتهاء شهر محرم يتم تنظيفها طبعا وترميمها اذا استدعى الامر لضمان استخدامها بالسنوات القادمه رفع رايه الامام الحسين عليه السلام هو مو مجرد عمل رمزي هو تعبير عن الولاء والمحبه والتضامن مع قيم العداله والشجاعه اللي جسدها الامام الحسين عليه السلام مرحبا بكم مره ثانيه دكتور شنو الاساليب الجديده اللي لازم نبتكرها حتى نستثمرها بخدمه الامام الحسين عليه السلام مثل ما قلنا اليوم عندنا فضاء مفتوح عندنا انترنت عندنا وسائل متوفره اكثر ممكن من الزمن المضى فشلون ممكن نوظفها بالشكل الصحيح لخدمه القضيه الحسينيه اتصور مجموعه من الوسائل ممكن ان ممكن ان نستخدمها ونوظفها في توصيل رساله الامام الحسن سلام الله عليه، اولا هؤلاء الشباب هي فرصة أن،, أن, أن, تلتقي بهم فرصة أن توعيهم فممكن مرة تستخدم منصات تواصل وتلتقي بهم من خلالها ممكن توصل رسالتك يعني مباشر ممكن مرة في بعض الأحيان شفت بعض الـ بعض المجالس مثلا سووا مكتبات في نفس المجلس مثلا فيطلعون الشباب مثلا نفس الوقت يتعرفون على بعض النتاجات بعض, الـ بعض الكتب بعض المؤلفات بالنتيجة اكو اكثر من وسيله ممكن الانسان يستخدمها والعالم مم. اليوم الان قاعد يسوي شيء اليوم المعارض في بالشارع اليوم بعض الاحيان اكو اكو تبليغ الان مو الا التبليغ هذا اللي متعارف عليه مم. بالمساجد وبالحسينيات وكذا لا اكو بعضهم يسوون تبليغ بالشارع مثلا يجي واحد يطرح مجموعه اسئله او يسوي مسابقه وكذا ما يتعلق مثلا بثوره الامام الحسين سلام مم. الله عليه هذه ايش راح تاثر على هويه الشباب ايش راح تاثر على توجه شبابنا باتجاه القضيه يعني اتصور اولا هو هذا الشاب اذا كان يعني مو من رواد المجالس فهي هاي افضل فرصه ان تلتقي به الطريقة تعرف اكو بعض الاحيان بعض الشباب اكو صايره فجوه بينهم بين المجالس، مم. اكو فد يعني مم. هاي الفجوه اللي تلاحظ انه هو لا يحضر مجلس، لا ي... يشوف مثلا فد محاضره بالتلفزيون، لا يشوف مجلس، لا كذا، لا بالتواصل، لا هاي عاده اكو عنده مشكله بها، هذا اللي اللي حينما لما راح يصير لقاء مباشر دايركت بينك وبينهم راح يصير التفاعل على الاقل هذه الهوه او الفجوه اللي ما بينك وبينهم ما بين ما بينهم ما, ما بين ثوره الامام الحسين مهم. او او الشعائر الحسيني راح تقل على اعتبارهم يتوقعون في بعض الاحيان واصلتهم فكره غير صحيحه عن الشعائر مهم. او عن المظاهر الشعائريه اللي ممكن يكونون بها الشباب والوجود او المجالس او كذا اعتباركم ان يستهدف هذه الشعائر مثل ما قلنا بدايه حوارنا بالنتيجة هذا لما راح يشوفها بصورتها الحقيقية راح تشوف يتغير مرة أذكر لك مثال كلش كان عندي أحد الخطباء كان في يعني ما أنا كنت حاضر في مكان معين فسألني قال لي الحضور هنا من يعني من شنو الناس اللي قاعدين قلت له والله يا هذا تشوف اللي قاعد شايل ال... شايل سلاح ايام كانت الناس يعني تطلع وتحمل مواكب قال لي قلت له هذا ترى مسيحي قال لي متأكد؟ قلت له اي مسيحي من منطقتي اعرفه. زي قلت له تشوف ذاك البيت اللي حاطين عليه اللي حاطين عليه الاجهزه والكذا والاضاءه والكذا، قلت له هذا هم مسيحي ترى. ما الله 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 بالنتيجه هاي فرصه حتى مم تقلل من تقلل من آه الاغتراب الانسان او ابتعاد الناس مم عن الشعائر الحسينيه، مم من يجي من يجي ويشوفك انت بهالاريحيه ويشوف الشعائر بهالطريقه والناس بشيء وهذا الجو مم. راح الناس سوف تتاثر، طبعا مو اريد اقول انا اثر عليه دينيا مو بالضروره بس على الاقل سلوكياته سلوكيا العامه وان لا يكون عدو لما يجهل، لان يعني بعض بطلع. الاحيان يجهل شعر الامام فعلاً الحسين فعلاً. فممكن ان يتحدث عنها بكلمات غير صحيحه وينتقدها مم. وغيرها، هاي فرصه له راح دل. بالنتيجه من يسمع انتقاد يقول له لا انا حضرت أحسنين المجلس وما شفت هاي الامور انا اتفق ويا هذا التعبير انه هي فرصه انه نرجع للسلوك الصحيح وللطريق الصحيح والهدايه عن طريق الامام الحسين عليه السلام حكي. انا اشكرك شيخ الدكتور حيدر الشمري الباحث والاكاديمي على كل هذه المعلومات الله يحفظك شكرا لك عباس. حبيب دكتور حبيب الدكتور الله يحفظك بالتالي مثل ما قال الدكتور هي فرصه نقدر أن نستثمرها ايام الامام الحسين مستمره الى زياره الاربعينيه للامام الحسين وكل الايام هي ايام ممكن نستثمرها في الهدايه عن طريق الامام الحسين عليه السلام والابواب مفتوحه للكل اليوم بذكر الدكتور مثال الطائفة المسيحية ولكل الطوائف الإمام الحسين باعتباره خرج للإصلاح ما خرج لجهة معينة أو لطرف معين أو لسياسة معينة فبالتالي هذه فرصة ونتمنى إن شاء الله إحنا وياكم والكل يهتدي بهذا الطريق طريق الإصلاح وطريق الإمام الحسين عليه السلام فاصل وبعد كلنا احنا نتفق انه اصحاب ابراج الانترنت لهم خدمه قدموها لسنوات طويله بمساله الانترنت وتوفير خدمات نقل البيانات المحليه او حتى الدوليه. اصحاب ابراج الانترنت حاليا يواجهون تحدي وهو المشروع اللي اطلقته وزاره الاتصالات وهي خدمه الالياف الضوئيه وايصال الانترنت الى المنازل. اصحاب الابراج اعتبروا انه هذا الموضوع تحدي لهم وقطع رزق باعتبار انه خدمه الواي فاي اللي اعتمدوها لسنوات هما الخدمة اللي يعتمدوها والأسلوب اللي يوصلون بالإنترنت وهذه الخدمة الضوئية إلى المنازل على الرغم من أن الألياف الضوئية مثل ما أعلنت وزارة الاتصالات أنه ادائها عالي وسرعة بالإنترنت وكلفة أقل بالتالي الموضوع ممكن وموضوع بسيط بالنسبة لأصحاب المنازل اللي يحتاجون هذه الخدمة بينما أصحاب هذه المشاريع أصحاب أبراج الإنترنت يقولون أنه إحنا أصحاب مشاريع خاصة والمفروض الحكومة والجهات الحكومية تدعم أصحاب المشاريع الخاصة عكس الوضع الحالي اللي يعتبروه مثل ما قلنا في بداية مقدمتنا قطع لأرزاقهم واستهداف لمصدر معيشتهم عن هذا الموضوع وتفاصيل نرحب بالاستوديو بضيفنا الدكتور عمار العيثاوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بك أهل أهل دكتور أهلا وسهلا أهل وسهل. هو اللي يهم المواطن الخدمة بالتأكيد الألياف الضوئية <applause> نعم كوجهة نظر مختص تشوفها راح تفرق عندنا يعني اليوم انا لما راح استخدم التليفون اذا انتقلت لهذا الخدمه راح يكون اكو فرق بالانترنت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين طبعا صراحه الموضوع الانترنت صار م. موضوع حاله حال المي م. والاكل والكهرباء يعني هم شلون حق حقوق الانسان صار بس عن حقوق الانسان صار مصدر الحياه صراحه نستغني عن بعض المواد الاساسيه مم. بالحياه لكن الاستغناء عن الانترنت صار صعب, صعب جدا صعب. قبل 2003 كان مم. الانترنت يعتمد بصوره كبيره جدا برغم محدوديته على شبكه الهاتف الارضي النحاسيه الموجوده لكن مم. تعرف حضرتك 2003 البنية التحتيه الخاصه بالاتصال تدمرت بشكل كامل مم. وكانت البديل عنها هي بالبدايه بدات الفيسات مم. ثم انشئت شبكات الواي فاي جي. واللي كان المالك لهذه الشبكات هي مم. شركات القطاع الخاص مم. واللي يديرها هم اصحاب الابراج فنشوف المواطنين مو بس المواطنين حتى الدوائر الحكوميه اعتمدت بفتره طويله جدا على الشبكه البديله بالواي فاي وصار تقريبا عدد اصحاب الابراج اللي يديرون هاي الابراج بحدود تقريبا 100 الف مشترك هي الطريقه حاليا اللي ناخذ بها الانترنت من اصحاب نعم. الابراج حتى يعني نقربها اكثر اي نعم بالضبط موجود الان ما يعرف بالوايرلس أي. هاي اصحاب الابراج فتعرف مم. انت الف آه صاحب برج وبنوا شبكات خاصه بهم من ناحيه الجوده هي ليست افضل الحلول بالتاكيد بالتاكيد اذا كانت شبكه الكيبل او الفايبر اوبتيك او الفايبر تو هوم او شبكه الياف الضوئيه الواصله للبيوت من ناحيه استقراريه والسرعه هي بالتاكيد افضل أو يعني أو شبكه الواي فاي هي اصل استخداماتها ليس للانترنت الخارجي او ربط يعني داخل البيت تستخدمه داخل مؤسسه مؤسسه, مؤسسة معينه وهذا الاستخدام الحقيقي، لكن واقع حال انفراط الان اذا قارناها من ناحيه الجوده عالميا المفروض الالياف الضوئيه افضل لسبب مم. يعني تعرف حضرتك انت اه شيء الانترنت عبر الوا الوايرلس يتاثر بظروف المناخيه والطقس وغيره خصوصا احنا جو العراق عندنا حار جدا يمكن يكون غبار كل هذا تاثر على جوده الخدمه واستقراريه الخدمه مم. مم. آه فبالتاكيد الألياف هي من مم. ناحيه الجوده افضل لكن خلينا نتكلم بانه الانترنت الان الواصل من لل... خلال بعض المنجزات هي المفروض 4 مليون خط راح يوصل حاليا واصل اكثر على... من 3 مليون خط بين وصاف وكار اعلانات مو صحيحه يعني مو صحيحه يعني اشك بيها يعني انت حضرتك اسف هواي مناطق تسالهم بعد ما واصلهم زي. انترنت اللي... يعني مع الاسف هواية من اعلانات ومنجزات تعلن تنافي الواقع الموجود مم. يعني نسب ما اتوقع هاي النسب اللي تم الاعلان عنها 3 ملايين او شي يعني خلصنا اذا مم. 3 ملايين احنا قمر وربيع خلصنا حقيقه تعرف الانترنت اكو الالياف الضوئيه اكو مشروعين مشروع ما يعرف بشراكه بين وزاره الاتصالات و يعني المشروع ما يعرف بالمشروع الوطني الانترنت شركه ايرتنك ايضا اكو مشروع اخر هو التراخيص اعطتها الوزاره الى 16 منطقه فكل منطقه او كل محافظه اكو بيها متنافسين المشروع الوطني زائد تراخيص للشركات الاخرى طيب. طبعا الملك البنى التحتيه بالارضيه ملك وزاره الاتصالات احنا اذا تكلمنا من ناحيه الاسعار نلاحظ بعض الاسعار هذا متفق. هذا مقارن بالـ بالـ هذا مقارنة بال هذا اكثر شيء هم يهم المواطن كل الكلفه راح تكون اقل كلفه والجوده ايضا يهم المواطن زين يعني احنا هسه نلاحظ هوايه ببدايه اشتركوا بخدمه الالياف الضوئيه غادروها ورجعوا على الواي فاي صح كلفة أغلى وما حسوا أكو تحسن بالخدمة ماكو ذاك الفرق ماكو ذاك الفرق, الفرق. بالضبط بالضبط يعني البنية التحتية المتكاملة زين ليش, ليش يتكرر هذا الموضوع عندنا موضوع المشاريع اللي تخص الإنترنت مثلا أكثر من مشروع سمعناه خلال الفترة الأخيرة م. بعض المشاريع اختفت ما لها أثر م. مشروع الألياف الضوئية هالمرة مثل ما قلت أكو ناس تركتها ورجعت للواي فاي م. رجعت لأصحاب الأبراج ليش عندنا خلل موضوع بصراحة الإنترنت صراحة ماكو سياسة مستقرة لحد الآن ماكو سياسه مستقره يعني احنا من ندخل موضوع الانترنت نشوف اكو صراعات داخل هيكله الدوله نفسها يعني مم. اكو صراع بين هيئه الاعلام والاتصالات واكو صراع بين وزاره الاتصالات وجهات اخرى مم. كل واحده تدعي بين هي عندنا تقاطع جاي يصير بال لحد بالوظائف وتطبيق نعم المشاريع نعم اكو تقاطع بسبب عدم وجود قانون الاتصالات لحد الان ما مشرع هيئه الاعلام والاتصالات تعتمد على قانون 65 اللي عدته سلطه الائتلاف وزاره الاتصالات تعتمد على قانون 1984 اصلا ما كانت اكو وزاره اتصالات اكو كانت وزاره النقل والمواصلات وكانت مم. وزاره الاتصالات جزء هي هيئة. جزء مم. من عندها اكثر من مره انطرح الى البرلمان قانون الاتصالات لكن احنا 2024 احنا بحاجة طبعاً. إلى قانون للاتصالات ينظم ينظم صلاحيات لكل جهه للعامله في هذا المجال. ليش الموضوع حاليا موضوع الالياف الضوئيه اذا نشوف الاخبار ونتابع بيانات وزاره الاتصالات حتى بعض المواطنين يعتبروا صار عليهم مثل الفرض انه انت لازم تروح الألياف الضوئيه نعم. ابو البرج يقول لك راح ينقطع رزقي. صح فهذه ليش هالطريقه بالموضوع؟ ليش ماكو مساحه الاختيار بالنسبه للمواطن؟ هو المفروض المفروض يكون المواطن هو اللي يختار وبالتاكيد انت لما تختار راح تختار الجوده الافضل. والسعر يكون ايضا في المتناول بالبدايه هي يمكن تصريحات متضاربه في يعني في وزاره الاتصالات سببت هذا الإرباح احد يعني خلينا نقول المسؤولين في وزاره الاتصالات صرح قبل فتره بانه سوف يتم الـ الـ النقل القسري او مم. الاجباري ايقاف الواي فاي واللجوء الى الطويل بعد ذلك يعني قبل يوم بعد ما ظهرت المظاهرات واجتماع اصحاب الابراج وسووا كل هذه سمي. المؤتمرات طلعت معاي وزيره الاتصالات وقالت انا يعني ما كيش عندنا احنا المواطن هو يختار وبراحته شي يحب احنا ويا المواطن ها. بس احنا ويا قرار نمشي قرار وزير قرار والله هي صراحه صراحه احنا خلينا نوفر الخدمات زين زي. هو ممكن ممكن يوظفون اصحاب الابراج بطريقه انه مثل ما نقول ما ينقطع رزقهم وبنفس الوقت توصل الخدمه للناس بالتاكيد احنا شو اصحاب الابراج دول يمثلون شريعه كبيره من المجتمع وايضا مثل ما تفضلت حضرتك هي مشاريع يعتبر البرج يعتبر مشاريع صغيره خاص. والدوله لازم تنظم هذا القطاع يعني مم. احنا في الدوله نحاول يعني نخرج من الوظيفه الحكوميه القطاع الحكومي بالوظائف المطالبة ايه بالضبط القطاع الخاص فهذه حتى تعتبر مشكله فمسؤوليه الدوله ان تجد هيكليه او صيغه عمل لاصحاب الابراج بحيث ينحافظ على جوده الخدمه الجيده والاسعار مم. المناسبه ونفس الوقت من حارب دوله برزقهم يشوفون لهم فد اليه ومو صعبه تقدر مم. الوزاره من خلال تعرف بالضبط هذه المناطق من الأصحاب الابراج بيها شو تنظم الاليه قانون ينظم عمل الاتصالات كمشروع كمشروع عامه مشروع الانتقال الالياف الضوئيه ايش قد تشوفه اليوم مهم بالنسبه للتحول الرقمي بمسار الحكومه حكومه دائما ما تطرح موضوع التحول الرقمي واتمته التعاملات بالطريقه الالكترونيه نعم سؤال مهم جدا وجميل ايضا طبعا بالتاكيد تعرف حضرتك انت بالتحول الرقمي اذا نريد نوصل مرحله متقدمه بالتحول الرقمي كم هائل من البيانات اللي تحتاج ننقلها عبر شبكه الانترنت الواي فاي او شبكه الوايرلس هي سرعه تكون محدوده وغير مستقره اما الكيبل الضوئي فتصل السرعه الى 10 جيجا السرعة يعني تتلائم آه. مع متطلبات التحول الرقمي العالمي. مم. فبالتاكيد اذا ردنا نلجا التحول الرقمي العالمي ونواكب الدول الاخرى ونلحق بها مصر مثل على الاقل نلحق بهم يجب ان يكون هنالك تحول حقيقي مم. للالياف الضوئيه. مم. مع عدم المس بارزاق العالم. زين يعني راح, من راح لما نروح للالياف الضوئيه راح نخلص من سالفه لما نروح لدائره حكوميه او جهه رسميه يابا ما عندنا انترنت ونتم فاصل وهالامور هذه. والله هي شوف يعني هي يعني احنا هو شئنا ما بينا رايحين بهذا الاتجاه. زين شو وقت هذا بس احنا اكو يمكن امور خافيه عن المواطنين من خلال ما التمسناه من اصحاب الشركات م اللي خاصه بنقل البيانات من ضمنها شركات الهاتف المحمول لان يعني تعتمد م بشكل مباشر جودتها على توفر شبكه لربط هذه الابراج شبكه ضوئيه. م لحد الان احنا عندنا قوانين او بعرفنا وليس قانوننا بان البنى التحتيه هي ملك وزاره الاتصالات، يعني اي شيء تخليه ملك وزاره الاتصالات. وهاي الشركات كلها هي شركات هذه مستغنيه. هذا المشروع حاليا يعني نشوف احنا اعمال الحفر والمناطق راح اشوف انت شركات ايرث سكوب سكاي ما اعرف هاي وزاره الاتصالات او شركات استثماريه هي الشركات الملك لوزاره الاتصالات يعني كل شيء بالقانون كل شيء جوا القاع ملك الوزاره زين زين الناس اللي جاي تشتغل هذه مشاريع هذول يعني هم عقود تراخيص من عند الوزاره مم. شركاء الوزاره مم. هي هذا وزاره يقول لك انت ميت واشتغل يصير ملكي ولك انت نسبه شغل. مم. شغل وتستفاد من هذه البنيه التحتيه زين فبالتاكيد يعني هذه الشركات راح تتبع التعليمات مم. اللي تعطيهم هي الوزاره،, الوزارة. طبعا أكيد معتمد الوزاره باسباب منها اسباب امنيه، بينها تحتيه تكون هي فيدراليه وتكون هو هذا انا سؤالي همي انا يعني ابي جزء من هذا الموضوع، مم. لما ننتقل للالياف الضوئيه، راح نخلص من مساله تهريب الانترنت وتهريب الساعات؟ هو تهريب الانترنت وتهريب الساعات صراحه ايش وقت نخلص من نخلص من اذا كان سعر الساعات اللي تدخل مم. للعراق أرخ يعني تكون إذا كانت أسعارها رخيصة وماكو فرق إنها تهربها يعني الدولة تعطيك إياها بسعر قريب م. جدا. تعرف هسه أنت سعر الأنترنت الميجا يوصل للحدود العراقية تجيبه من ألمانيا توصل للحدود العراقية سعره تقريبا دولار. دولار. دولار يوصل الحدود هذا. زين. حتى تنقله داخل الحدود العراقية وتوصله للبدالة تستخدم البنى التحتية الخاصة بوزارة الاتصالات م. تدفع تقريبا خلينا نقول بحدود 20 دولار يعني 25 ألف شيء، كم ضعف؟ يمكن 20 ضعف. ضعف, أي. بس 20. مجرد انت عبرت داخل العراق اي فراح يصير بالنتيجه اسعاره مكلفه يعني من دولار راح يصير يكلف الشركات اللي 26 دولار صار آه. هذا هو سبب الانترنت مم. الوزاره يعني تقول لك بانه هذه سياسه يعني هو تمويل ذاتي احتاج انطي رواتب موظفين احتاج فلازم احمل أعزب. اكثر وانا احمل هذا اي للمستخدم ايش وقت ما تكون اكو سياسه جديده خلينا نشوف الدول البقيه شلون تشتغل مو نفس بهاي هذا الابروش هاي الطريقه هو بالخارج سعره اقل مثلا او سعره اغلى لا اقل بالتاكيد لذلك يتهرب أي زين شو يت... هو يتهرب شو يتهرب مو معناه يتهرب انا اجيب الانترنت وهرب الى العراق زين اجيب إلى الها... عندي بضاعه لا م -م. اهرب ساعات يعني راح استخدم يعني اشتري ساعات بكلف ارخص بكثير م -م. زين انا يعني الكلفه اللي راح توصلني ممكن ما توصلني ب 26 م -م. او 20 دولار 25 دولار م -م. انا عبر مسار ثاني وما ادفع فلوس للوزاره زين بهالطريقه بهالطريقه فراح تصير كل فيه عليه بدولار بدولارين فلوس التهريب ما اعرف شنو العمولات حكينا بال <applause> زين حكينا بالبنى التحتيه نعم باعتبارها مثل ما قلت ملك لوزاره الاتصالات حسب قوانين او حسب مو حسب قوانين حسب, حسب العرف الماشي عليه حد القانون يقول هو القانون ما عندنا القانون ماكو قانون ما عندنا قانون اتصالات زين شنو نحتاج اكثر حتى نطور يعني هسه احنا هذه المشاريع سمعنا مثل ما قلت لك انه وتفضلت حضرتك انه اكثرها ما كمل مشروع الالياف الضوئيه مشروع جديد شنو نحتاج اكثر حتى نطور خدمه الانترنت والله اول شيء يحتاج اراده واحده اثنين احنا هذا مشروع مشاريع الاتصالات تعتمد بصوره كبيره على القطاع الخاص وعلى الاستثمار كل دول العالم شو استثمار الانترنت اكو مو فقط احنا الانترنت موصلة يعني خلينا نقول للمنازل المواطنين الانترنت لان يعني العراق موقع جغرافي مهم جدا للعالم خصوصا تعرف حضرتك طريقه التنميه واختصار المسافه بين الشرق والغرب نفس الشيء بالنسبه للانترنت احنا نعتبر اقصر مسار يربط الشرق الاوسط باوروبا الان مم. اللي مثل سبيل مثال الخط الموجود هو يطلع من الشرق الاوسط يعني دول الخليج على سبيل المثال زي. يطلع على مصر على اسكندريه على البحر الاحمر البحر الابيض مم. وهذا دائما يتعرض الى التخريب او يتعرض الى واي اعطال مم. بالاضافه الى طول المسار مالته بينما اذا عبر العراق عن طريق تركيا تكون اكثر استقرارا والمده مختصره جدا مم. واحنا هذا المسار اللي هو اكو مشاريع ضمن طريق التنميه بان ايضا مشروع اكو مشروع اسمه ارض الحضارات اتوقع هالشيء اللي وزاره الاتصالات اخذ مع احدى الشركات لتمرير الساعات من خلال من السعوديه جي. عبر العراق الى تركيا، مم. ايضا يكون المشروع الوطني اللي يربط جنوب يربط تركيا. شنو شنو تقييمك اليوم كخبير مجال الاتصالات البنى التحتيه الخاصه بتوفير الانترنت؟ يعني البنى التحتيه اذا قلنا البنى التحتيه وزارة الاتصالات، وزاره الاتصالات هي تعتمد بصوره كبيره جدا على البنى التحتيه الشركات الاخرى اللي المستثمرات تسويها مستثمره تحسبها لها زي هي صاحبه الملكة راح تكون فاحنا خلينا نطرق الاستثمار خلي تكون اكو تحرير اكثر انا شفت اكو اكو تحرر اكثر من للبنى التحتيه مم. يعني الوزاره بتكون تكون مالكه 100% خلي يصير مبدا الشراكه الحقيقيه هذا الشيء اما الهاجس الامني صراحه هذا غادروا لان هسه امن البيانات صار على مستوى ما يسمى التطبيقات مم. يعني انت مهم الميديا تنقل بيها يعني المسار تنقل بيه الديتا اذا الديتا هي المعلومات مالتك مشفره خلينا نقول بالتطبيق فما راح يهم اذا نقلته <applause> العالم هيش تيجي ودي على ذلك يعني احنا البنى التحتيه في امريكا هي مو ملك الدوله الامريكيه هي ملك هي الشركات. ملك الشركات زين <applause> هل هل البنى التحتيه بامريكا اهم <applause> من البنى التحتيه عندنا بالعراق مع العلم إن امريكا العالم كله ماشي عليها فعلا هو ليش احنا دائما يصير عندنا هذا الموضوع فلان وزاره تهكر الحساب وانتشرت البيانات هذا مو سبب لانه كيبل ضوئي سبب سو... بسبب بانه سوء اداره للسيرفرات لمراكز البيانات للعاملين مم. على ه... في هذه المراكز بالاضافه عدم خلينا نقول التركيز على توفير وسائل امنيه يعني شخص مم. وسائل امنيه مو جيب باب وحرس ولا لا, لا. البرامجيات المطلوبه المستخدمة بالضبط المستخدمه السيربرات. حتوفر لك بيئه امنه لهذه السيرفرات احنا حاليا وضعنا امن امن معلوماتنا شلون قيمه والله انباع هو بس على الاقل الجهات خلينا نجي هسه على خلينا نجي عالميا اكو عالميا يسمونه السايبر انترناشونال سايبر اندكس فشيء مؤشر عالمي مقياس عالمي على اساسه يقيسونه امن المعلومات اي امن المعلومات يعني هو من واحد الى 100 من 100 معناها انت في التوب والواحد اقل شيء احنا في مراتب متدنيه جدا في هذا آه. الاندكس نعم يعني اقل من 50 بهوايه اقل من 50 اكيد اقل اقل يعني قليل جدا زين في يعني هذا دليل ومؤشر بانه احنا يعني البنى التحتيه السبرانيه خلينا نسميهم مصطلح الامن السبراني او السبرانيه، احنا بعدنا في مراتب المتدنيه في مجال توفير حمايه كافيه لامن البيانات. هذه ترجع لبرامج التحتية. الحمايه يعني المستخدمة. هي فقط برامج حمايه، السايبر سكيورتي هي بنى تحتيه متكامله. تشمل برامجيات وهاردوير انا حاول نبسطها تعرف مم. للساده المشاهدين قدر الامكان بصدق. ما اذا استخدم مصطلحات العلميه مم. اللي يمكن ما تكون واضحه بس مم. هو احنا نوفر وسائل لحمايه هذه البنى التحتيه هذه الوسائل ممكن تكون برامجيات ممكن يكون مم. معدات هاردوير مم. مم. نضيفها مم. مم. ممكن خدمات مم. نضيفها مم. توفر لك مستوى عالي من الامان الالياف الضوئيه لها علاقه بمستوى الامن بالتاكيد مم. بالتاكيد من مستوى الناقل احنا البيانات اكو خزن زين بيانات نفسها بحد ذاتها واكون وسيله ننقل بها البيانات فبالتاكيد انت الالياف الضوئيه طبعا مهمة. اكيد نعم الالياف الضوئيه كوسيله ناقله مهم. تكون اكثر يعني امانا مما نقلت المعلومات من خلال يعني خلينا الواي, الواي فاي رأس. او غيرها غير 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 بالتاكيد بالتاكيد مهم. طيب بالتالي نتمنى انه هذا المشروع يحقق اللي يتمناه المواطن بالتأكيد. وما يقطع رزق اصحاب اصحاب الابراج دول مثل ما قلنا مشاريع قطاع خاص شريحه 100000 واحد يعني 100000 برج يعني 100000 برج تقريبا يجي عندهم نقابه خاصه زين بالتاكيد يعني اعدادهم تقريبا بال 500 600 الف اللي يشتغلون بهم اي بين هذا عوائلهم اللي يشتغلون وياهم فعلا فعلا ولا هم اصحاب فضل لا تنسى احنا لسنوات لسنوات هم مفروض الانترنت يعني اصحاب فضل احنا ما يصير ليش إيه؟ معناها نقول لا حد يستثمر بهذا المجال بعد. <applause> <applause> شكرا جزيلا دكتور يعني عمار سيب. الأيثاوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني سيب. سيب. على هذه المعلومات. شكرا, شكرا لك. أه. بالتالي هذا هذا الطرح وهذا الكلام اللي حكيناه موجه الى وزاره الاتصالات. ما يصير نقطع رزق الناس ونقعدها ببيوتها حتى ننتقل الى خطوه نتطور بها، مو مشكله نتطور بالالياف الضوئيه وهذا شيء مهم مثل ما ذكر دكتور عمار بمجال امن المعلومات، بمجال السرعه، الاداء وحتى ممكن الكلف. بس لازم نراعي هذول الناس اصحاب مشاريع خاصه قطاع خاص قدموا خدمه لسنوات فلازم ننصفهم بطريقه ما نأذيهم بها فاصل وبعد نكمل <applause> تخيل انه تعيش في فرن عملاق درجات الحراره تتجاوز ال 50% وهذا الوضع طبيعي على اهل العراق وما نستغرب من عنده يا ما تتجاوز ال ونسجل درجات حراره الاعلى على مستوى العالم وهذا الوضع اللي نحكي عنه موجود بالبصره والعماره والناصريه وغيرها من المحافظات او حتى العاصمه بغداد شنو اسباب هذا الارتفاع شنو تاثيراته نتابع كل هذه التفاصيل ويا غفران حسن مرحبا عام 2024 راح يكون العام الأعلى حرارة على الإطلاق عنوان يتصدر حروف البحث اليومي عن درجات الحرارة العالم والعراق يشهد ارتفاع درجات حرارة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والأمم المتحدة تحذر من جحيم مناخي بغداد والمحافظات ترتهب بنصف درجة الغليان الأمم المتحدة سوت أصدرت تحذير بأن يشهد العام 2024 درجات حرارة غير مسبوقة متفوقة أكيد على السنة الماضية بعد ما كان العام الماضي هو الأكثر حرا على الإطلاق تأثير ارتفاع درجات الحرارة أثر على ذوبان الأنهر الجليدية وارتفاع درجة حرارة المحيطات طبعا يعود ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ازدياد الغازات الدفيئة بالغلاف الجوي واللي بلغت مستويات قياسية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سوت حذرت من أن موجات الحر والفيضانات والجفاف وحتى الحرائق تعطل الحياة اليومية لملايين الأشخاص وتتسبب أيضا بخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات كل هاي الأشياء ممكن تدفع الكوكب إلى حافة الهاوية فأزمة المناخ هي التحدي الأكبر اللي يواجه البشرية وبذات السياق يعيش العراقيون يومهم تحت وطأة حرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية وتتضاءل الفرص للهروب من اللهيب الحارق وتنعكس آثار هاي الحرارة الشديدة أكيد على الحياة اليومية بكل تفاصيلها من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الى اضطرار الناس الى البحث عن ملاذ بالظل والسعي المستمر وراء قطرات الماء البعيده وبعد ما حكينا بكل هالتفاصيل والمواضيع نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي الله